ما بتتحلش غير لما تفهم اللي مكتوب في الليبل. مفيش مسألة هتقولك في الامتحان بالشكل ده، ولا هتجيب مسألة مكتوبة، بس مش حاجة تكتب المسألة على السبورة. فأنت أكبر مهم عندك إن أنت تطلع الداتا، وعشان تطلع الداتا دي لازم تقعد تحل الحاجتين 4000 كلمة. خلاص؟ كنت اللي عندك 40 كيلو جرام. في عندك 40 كيلو جرام بكرة في منتصف التركيبة دي. البكرة اللي فيها طرف فيه شد 100 نيوتن مرة على البكرة بالشكل ده كده بتثبت في الحائط الوسط. الأحبال اللي مايلة دي مايلة بزاوية كام؟ إذا كان معامل الاحتكاك مع السطح ده يساوي 4/10 عايز تبني الأكسلريشن. سولوشن. فري بادي دايجرام. أول حاجة وزن. رد الفعل. قوة الاحتكاك بالنسبة للاثنين دول في السيولوجي. صح؟ تفرق لو انا مسحت ده كده جبت حبل على طول الصدر يبقى دي واحده بس لما لفيته يبقى بس لي كام؟ كل طرف فيه 100 ما هو كل طرف فيه 2 يكون يبقى ده كام؟ 200 والزاويه 30 دي بالتبادل الزاويه دي كام؟ طرف هات ايه الزاويه ديت؟ بعد بقى خالص ما تصبش الخط اتجاه الواي يساوي صفر يبقى رد الفعل زائد 200 ساين 30 ناقص ام جي يساوي صفر. رد الفعل زائد 2 تي ساين 30 وهنا في ايه؟ 2 تي كوساين 30 ناقص ام جي بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. يعني الار زائد 2.5% ناقص 40 في 9.81 بيساوي صفر من 4.0. بروح احط لك سنتين فراكشن بتساوي ميو كي في بالار يعني بيساوي 4/10 رد الفعل طلعت أعرف عليه سبميشن الفورس اتجاه الحركة بيساوي الماس في السيولوجي. يبقى عندي كام تي؟ 2 تي كوساين 30 ناقص ليت فراكشن بيساوي الماس في الاكسلريشن يعني 40 في كام؟ 40 في الاكسلريشن. هنا طلع من مين؟ بص طب مش كده؟ شوف اللي عندك كنت فين؟ غير بقى المنطقة اللي عندك.